هنا ال خضار معايا دبل، هحط معلقه من الخلطه دي، الخلطه دي جباره. كل دي معلقه؟ معلقه عشان تبقى سبايسي، ومعلقه صلصه. وبرده شويه من الجزر. كده انا الخلطه معايا بقت تمام، هي دوبك هتبهر وخلاص على كده. هنحط الجمبري وندخله الفرن. بيقعد قد ايه في الفرن؟ 10 دقايق. المأكولات البحريه عامة مش عايزه سوى كتير او بالعكس، انت لو سويتي كتير هيجلد. صحيح. لان الجمبري من اكتر الحاجات اللي تشم النار تستوي. برضو يعني بهاراتي ثابته، وكمون، فلفل، كزبره. هنا بس كل الحكايه هنزود كوسه الطيب. شويه كمون بس كده. في طماطم كنا ننساها. هجيب بقى الجمبري بتاعي وهفضيه. طبعا انا غسلاه، شايله الكيس الرملي. ايوه. بخله باجي من هنا وبضرب خله كده، بسحب الكيس الرملي وبقص الاشناب بتاعته، بس ما بيتعملش فيه اكتر من كده. هبتدي ارص. انت مش هتحطيه على النار مع الخضار؟ لا، هياخد النار بتاعته في الفرن. لان انا لو حطيته على النار ولسه هيدخل الفرن هينشف. انا مش عايزاه ينشف، انا عايزه اكل الجمبريه جوسي. ايوه، يعني اكلها احس بطعمها. كده تمام. كده تمام خالص. هقلبه بقى. طبعا الاحسن ان يتقلب بالايد عشان عايزين كله يندمج مع بعض. يعني انا هضطر اشتغل بايديا. كده تمام قوي. هدي بس هما دول شوية المية اللي هياخدهم. بس كده. وهدخله الفرن.